رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في اولى حلقات برنامجنا في الصندوق. موضوع حلقتنا النهارده هو تصميم الاكسسوارات الهاند ميد. معانا ومعاكم سارة عبد الحليم، مصممة اكسسوارات هاند ميد وصاحبة براند سارة حليم جاليري. اهلا بيك يا سارة. اهلا بيك يا حبيبتي. ازيك يا سارة؟ وقولي لنا ازاي كده، عايزين ناخد منك معلومات كتير النهارده عشان عرفنا ان انت عندك معلومات كتير قيمه جدا جدا الصراحه. ازاي بدأتي شغلك يا سارة؟ انا بدأت شغلي من 3 سنين. انا يعني بحب الاكسسوارز الهاند ميد جدا، او بحب الافكار الهاند ميد عامه، اذا كانت كروشيه اذا كانت اكسسوارز عاديه نحاس او فضه. فبدات ان انا من 3 سنين اكون مبلغ كويس جدا، وبدات ان انا احطه في مشروعي. جبت حاجات هاند ميد، جبت يعني ماتيريال هاند ميد، وبدات ان انا اشتغل من البيت. حلو جدا. فهو المبلغ الاول كان بسيط على ان انا بشتغل لوحدي، وبعد كده بدات اكبره. يعني انتي سنك قد ايه يا ساره؟ 22 سنه. بتدرسي ايه بقى؟ اقتصاد وعلوم سياسيه. طيب ايه الفكره المميزه؟ يعني احنا بنسمع عن افكار كتير هاند ميد، هاند ميد في الملابس، هاند ميد في الاكسسوارات، هاند ميد في السجاد، هاند ميد في حاجات كتير. الهاند ميد عموما مجاله واسع، فانا عايزه اعرف ايه الفكره المميزه اللي انتي كنتي عاملاها علشان شغلك يبقى مميز. هو انا يعني تنوعت في التراث، مثلا اشتغلت شغل سنوي تمام من جنوب سيناء، بدات ان انا اخد احجار من جنوب سيناء وسانت كاترين وابدا انفذ بيها كليهات. حلو جدا. بدات ان انا اخد العمل القديمه اللي هي 10 قروش و15 قرش، قديمه جدا، بدات المعها واطليها ذهب او فضه، اللي هو بنعيد الماضي من تاني بالظبط. والموضوع ده مشي جدا مع السياح، بحيث ان هو حاجه قيمه وبتدل على التراث المصري. حلوة جدا. ما فكرتيش تصدري شغلك بره؟ لا، ده بالفعل عملت كده، صدرت السعودية موديل خاص بيا. حلو جدا، فضة. ممتاز، حلو قوي. طب ايه يعني خطتك في 2020؟ انا عندي خطط كتير في 2020. انا ناوية اكبر البراند بتاعي ان شاء الله، ان انا اوسعه، ان انا اشارك في اكتر من معرض، ان انا اروح دور ايتام. وانا عايزه يعني اتبنى المواهب، ان في بنات كتير جدا بتحب الهاند ميد ونفسها تتعلمه بس ما فيش فرصه، فانا هوفر لهم ان انا اعلمهم الهاند ميد انا والتيم بتاعي، بحيث ان هم بعد كده في دور الايتام يلاقوا عندهم مستقبل، ممكن يعملوا مشروع فيما بعد، وحاجه تبقى مفيده جدا ليهم. وممكن كمان ان شاء الله ان احنا نتبنى الشغل بتاعهم ونعرضه معانا في المعارض اللي احنا بنشارك فيها. حلو جدا جدا جدا. ما فكرتيش بقى تشاركي بشغلك في السياحه داخل مصر عموما؟ انا فعلا شاركت في معارض، منهم معرض تبع زور البدرشين تبع الاتحاد الاوروبي، كان كل اللي بيجي المعرض سياح. التراث بتاعنا جميل جدا، ان احنا ممكن نطلع منه افكار جميله، لو افكار فرعونيه او افكار بدويه. فانا بدات ان انا اشتغل على الحته دي، بحيث ان هم هيندهشوا ان في حاجات بالشكل ده هاند ميد، وحاجات مختلفه كتير قوي عن بره، بحيث ان بره معظمهم بيبقى جاهز. طبعا يعني شغل الهاند ميد في مصر كمان متنوع يعني. بالظبط، وليه تراث كده خاص وليه لمسه جميله، وبتشد اي حد يعني يشوفه. وغير كده كمان الشغل الهاند ميد ممتع في حد ذاته، انك بتمسك الماتيريال وبتطلع حاجه جديده ومختلفه، وحاجه باسم البراند بتاعك، حاجه بطبعك انت، بتبقى معروف بيها بعد أكيد كده. طبعا طبعا. طيب انتي لو خلصتي دراستك ناويه تعملي ايه؟ انا حقيقي لو خلصت دراستي وجات لي فرصه شغل كويسه هشتغل فيها، بس عمري ان انا مهمل في مشروعي. انا يعني الحمد لله في خلال ال3 سنين اللي فاتوا انا محافظه على مشروعي، ومحافظه على فكره ان انا عايزه احقق براند مصري، يعني ليه افكار مختلفه، وبرضو اشغل ناس معايا. انا عايزه اعمل، عايزه تفتحي باب لكتير من الشباب. بالظبط، بحيث ان البنات في اوقات كتير قوي مش بيبقى متاح لها ان هي تشتغل في اماكن حكوميه او كده، فممكن تشتغل في البيت عندها، تجيب اللي هو انت تقدري تجيبي لهم الماتيريال وهم ينفذوها في البيت. بالظبط، ويطلعوا افكار جديده وهتبقى مختلفه، كل واحد لينا ليه لمسه خاصه. اكيد طبعا، دي فكره كويسه جدا جدا جدا. ما فكرتيش تشتركي في معارض داخل مصر؟ انا اشتركت في معارض داخل مصر، انا اشتركت في معارض في المعادي وفي
اكتوبر، وطبعا زول البدرشين كانوا مكملين معايا جدا لحد طبعا ازمه الكورونا. حلو جدا. فكان بيجي كذا وفد سياحي وكذا حد من مصر برضو، منهم بيعملوا اعلانات مموله عن المعارض دي، وبيجي لنا الحمد لله ناس كتير. اكيد طبعا، عشان اكيد شغلكم مشهور ومعروف ميرسي وجميل بطباعه يعني. ميرسي. طب انا كنت عايزه اسالك سؤال، انت شاركتي في مهرجان، انا سمعت ان انت شاركتي في مهرجانات في دهب واسكندريه انا اشتركت في مهرجانات، بيبقى في كل يوم جمعه من الشهر كده يوم معين بيعملوا معارض في دهب زي فون دي يعني. بالظبط كده، بيشاركوا فيه كل اللي بيعملوا هاند ميد، وهناك طبعا الطابع الثانوي جميل جدا وبيطلع تطريز وحاجات مختلفه جدا، فانا شاركت معاهم بحيث ان انا اكتسب من خبراتهم طبعا الكبيره، و حبيت ان انا اعرض حاجتي بشكل مختلف هناك، والحمد لله دلوقتي عندي مكان بعرض فيه حاجتي في الممشى السياحي في دهب اسمه زهرة. كل اللي هناك هاند ميد، لدرجة ان احنا يعني ما مندخلش حد غير لما هيكون هو فعلا داخل يشوف حاجة ديفرنت قوي وحاجة تدهشه، هي بيحب الحاجات الهاند ميد والالوان والاحجار الكريمه، فهيدخل يشوف أكيد حاجه. اكيد عندكم كل مختلف يعني. ميرسي حبيبتي، تسلمي. اكيد والله انا شفت شغلك حقيقي حقيقي عجبني جدا. ايه الحاجات اللي انت ممكن تكوني بتستخدميها في شغلك؟ انا بستخدم الماتيريال متعدده جدا، انا بستخدم الفضه، بستخدم النحاس المطلي ذهب، بستخدم نحاس مطلي فضه، بستخدمي احجار كريمه اكيد طبعا. زي أكيد. ايه مثلا؟ الفيروز، انا من احب على قلبي الفيروز والكريستال طبعا والعقيق. بحب حجر العقيق عشان بحس ان هو ليه لمعه معينه كده بتشد الواحد، فبحبه جدا في شغلي. تمام، حلو قوي. طيب انا عايزاكي بقى تكلميني عن شغلك، وقد ايه كده انت وانت في البيت يعني بقعد افكر في شغلي ازاي وببقى عايزه اعمل ايه كده، كلمك. انا حقيقي اي ديزاين بيجي لي في دماغي بحب ان انا الاول ارسمه عشان خاطر ما غلطش غلطه وانا بنفذه، بالنسبه لي لازم كل حاجه تطلع مظبوطه، فبرسم الديزاين الاول وبعد كده ببدا بتنفيذه. اذا كان مثلا نحاس بنشر النحاس في الورش في الصلحيه، فبروح الورشه وبنفذ فعلا الموديل بتاعي. يعني انت لو اي حد طلب منك اي كولكشن بتقدري ان انت تاخدي الصوره مثلا او الحاجه اللي هو راسمها لك؟ ممكن لو في حاجه في دماغ حضرتك معينه انا انفذها لك، مجرد ان انا هرسمها وهنفذها. بتاخدي وقت مثلا قد ايه؟ اي حاجه بتطلب مني بتبقى في خلال اسبوع، وان شاء الله اقل من كده، احنا بس بندي نفسنا مساحه من الوقت ماشي، بحيث ان هو لو كان في طلبيات اكتر ما نتاخرش عن العميل او ما نديش ميعاد وما نكونش قده. طب افرض دلوقتي العميل طلب منك حاجه مستعجل عليها جدا، بيبقى في حاجات متاحه، لازم يبقى في حاجات متاحه عندنا بما اننا شغلنا اونلاين، فطبعا لازم يكون في حاجه متاحه، فبيختار من الحاجات المتاحه، وطبعا بتكون يعني مختلفه ما بين الفضه ما بين النحاس ما بين الستانلس ما بين الذهب الصيني بكل انواعه. كويس جدا، انت جايبه لنا بقى حاجات كتير النهارده وعايزين نتفرج عليها وتشرحيها لنا. هو انا جايبه كلية من العقيق والخيط، انا بستسهل على الناس. احنا معانا الاول كولكشن الصور اللي انت منزلاها الكولكشن بتاعي، علقنا بقى على الحلق الجميل التحفه ده. الحلق ده من النحاس المطلي ذهب، تمام، وفي خرز عقيق الاسود، تمام، حلو جدا. هو ده اترسم وبعد كده اتنفس. يعني حد رسمه ولا انت اللي رسمتيه؟ يعني هو كتصميمك ولا تصميم؟ لا تصميم بالظبط عميل. تمام، حلو جدا. ندخل على الصورة اللي بعدها. ده كوليه من العقيق والكريستال، هو ده بالنسبة لي كان بواقي شغل، يعني حبيت اطلع منها فكرة ليه ما استغلش الحاجة اللي عندي. يعني حبيتي تستغلي كل ذرة شغل عندك عشان برضو ما برميش حاجة بصراحة خالص. توفير برضو، توفير مطلوب. ندخل على الصورة اللي بعدها. الصورة اللي بعدها عقد من الكريستال بسلسلة رفيعة جدا. حلو. والحلق من العقيق. ايه كان الحلق من العقيق بس؟ الحلقة من العقيق والستانلس، بس الخرز اللي فيه عقيق هو اللي ظهر. تمام، ندخل على الصورة اللي بعدها. الصورة اللي بعدها من الكريستال مكسر، الكريستال المكسر ده يعني حبات كريستال مكسرة بتدي زي ضوء عشان النجمة، هي شكلها نجمة. تمام. واستلس، استلس ضد الصدأ، انا بهتم قوي في شغلي ان ما يكونش فيه حاجة تصدي، اهم ماتريال الماتريال الكويسة عشان برضو انا بعمل دي سمعة شغلك يعني. بالظبط. طبعا ندخل على الصورة اللي بعدها. الحلق من العقيق
خرز عقيق بس الفيروزي مطفي وطبعا نحاس مطلي ذهب عشان يدي اللمعه الجميله دي. جميل جدا وده حجر استضافه حقيقي جميل. ندخل على الصوره اللي بعدها. نفس الحكايه حجر العقيق الاسود والنحاس مطلي ذهب. حلو جدا الكولكشن بقى الفظيع ده. ربنا يخليكي تسلمي. دي رسمه فراشه وفيها خرز فيروز والكوليه من النحاس مطلي ذهب. ده تصميمك انت يا ساره ولا تصميم عميل عندك؟ تصميمي انا بحب ارسم الحاجات وانفذها بنفسي. يعني انت كنت قاعده كده ورسمتيها بالظبط فراشه عادي جدا وقررتي ان انت تعمليها كوليه بالظبط. السلسله دي السلسله دي من الحاجه اللي انا اتميزت فيها الحمد لله. تمام. الكوين اللي قلتي لي عليه 10 قروش وحجر الفيروز والعقد من الاستانلس ضد الصدأ. طبعا الكوين مطليه فضه عشان خاطر ما يبقاش فيه صدأ بعد كده خالص. ايوه تمام. الكولي ده الكولي اللي فات ده من العقيق وده من الكريستال 6 دور. ده من العقيق ومن الاستانلس. تمام مطلي فضه حلو جدا. حجر طبعا جميل. اللي بعده اللون الازرق ده كوليه من الكريستال الرمادي بيعمل اضاءه ما بين الاسود وبين الرمادي. اللي هو المكسر برضو؟ لا هو ده كريستال عادي بس بيعمل اضاءه في الضوء ما بين الاسود وما بين الرمادي. الرمادي بيدي لونين. حلو جدا. معانا صور تاني. ده حلق من الاستانلس. ده استانلس بس؟ استانلس مفيش فيه اي داخل تاني؟ لا استانلس. تمام تمام يا سارة. قولي لي بقى يا سارة انت دلوقتي قلتي لي ان انت عامله فكره كويسه للكوين. كنت محوشه كوين كده في بيتك زي حصاله اي حد في بيته بالظبط. انا احنا دلوقتي بنحوش الفضه والحاجات ديت اللي هي الكوين الجنيه والنص جنيه والحاجات دي بالزبط. انت بقى كنت محوشه قمه تاريخيه. قولي لي عليها. انا كنت محوشه كميه رهيبه يعني ومامتي بتحب تجمع العمل القديمه قعدت افكر احنا هنعمل بيهم ايه يعني هما مش بنستغلهم في اي حاجه. فجربت ان انا يعني اخدهم اطليهم بس قبل ما اطليهم طبعا لمعتهم بعد كده يعني عملت لحمتهم الاول عشان خاطر اعرف اعلق فيهم سلسله. وبدات ان انا ادخلهم مع احجار او ادخلهم لوحدهم في خيط في سلسله. طبعا بيطلع منظرهم حلو جدا لان هي فكره مش تقليديه. والكوين اللي بقى معروف دلوقتي في السوق الحاجات الستالس والحاجات اللي هي ملهاش معنى تاريخي. فانا حبيت ان انا اعمل حاجه مختلفه والحمد لله يعني نالت اعجاب ناس كتير الحمد لله. حلو جدا. انت قلتي لي ان انت سلمتي اوردرات في امريكا. انا في طلب مني اوردر من امريكا الحمد لله يعني ان شغلي وصل لهناك. وكان بالنسبه لي طبعا حاجه مختلفه ان حد بيكلمني عشان خاطر سلسله معينه عجباه واسوره فاللي هو بجد وصل شغلي لهناك. فكنت فرحانه جدا والحمد لله احنا بنقدر نوصل لاي مكان. عندنا شركه شحن دوليه وشركه شحن محليه الحمد لله بتوصل لجميع انحاء مصر وبره مصر كمان لما بتطلب منا من اي دوله تانية. كويس جدا. انا بقى عايز اسالك على حاجه. انت دلوقتي خلصت دراسه وخلصت كل حاجه واشتغلت في بنك. يعني انت كنت بتقولي لي انا ممكن اشتغل في بنك بالظبط قسم اقتصاد. انت قسم اقتصاد وعلوم سياسيه. انت خريجه اقتصاد وعلوم سياسيه قسم اقتصاد. بالظبط صح كده. المفروض ان انت لما تخلصي لو جات لك فرصه في بنك مثلا هتشتغلي وتكملي؟ ما اقدرش اسيب مشروعي. ما اقدرش خالص. انت اصلا معاكي تيم ولا انت لوحدك؟ لا طبعا انا معايا تيم وهم تيم جميل جدا ماسكين السوشيال ميديا وفي منهم بيشتغل هاند ميد وفي منهم اللي هو انا لو مشغوله في حاجه تانية هو بينزل يعني يخلص شغل. كأنكم فاتحين ورشه كده للهاند ميد. بالظبط بالظبط. وبنديرها حقيقي بمنتهى الدقه لان هم كلهم خايفين على الشغل كلهم بيسعوا ان هم يحققوا حاجه في الشغل كلهم بيحبوا الشغل. لو انا متعطله في اي حاجه ممكن اي واحده من البنات تقوم بالمهمه ان هي تخلص الشغل كله. وبلاقي منهم حماس جميل جدا ان هم عايزين يسعوا ان ده يبقى براند. هم بيسعوش ابدا ان ده يكون مكسب وقتي على قد ما ده يكون اسم معروف بعد كده. طب يا ترى بقى يا سارة احنا نعرف طبعا ان البنات هي اكتر حاجة مشغولة بالاكسسوارات. يعني عايزة اجيب خاتم عايزة اجيب انسيال عايزة اجيب كولي. معاكي في الشغل بتاعك شباب صبيان يعني ولاد ولا كلهم بنات بس؟ لا طبعا الولاد ليهم عامل كبير جدا لانهم بيتحركوا عن البنات بكتير يعني بيعملوا مجهود اكبر. فما اقدرش طبعا استغنى عن اللي شغالين معايا اذا كان صناعيه اذا كان بيوصلوا. يعني بحاول يعني انت معاكي في شغلك الهاند ميد صناعيه ولاد؟
اكيد طبعا اكيد، لما بيستحملوا الليزر والنشر والحاجات دي البنات طبعا مش هتقدر عليها. البنات بيشتغلوا في الهاند ميد اللي هو في البيت، خرز او كده، حاجات سهله وبسيطه عليهم يعني عن الولاد. حلو جدا جدا، تمام. يعني انت كده مشغله، كانك مشغله كذا عامل تحت ايديكي بالظبط، وبسعى ان انا اكبر الموضوع ده عشان خاطر من ناحيه الهاند ميد بقى بالظبط. والتوصيل انت فاتحه ورشه كبيره بقى. بسعى والله ان هي تكون حاجه كبيره ومعروفه ان شاء الله. حلم حياتك بقى يا ساره؟ حلم حياتي ان انا اوصل لكل مكان في مصر اعمل بيه الطابع بتاعه، يعني في سينا الطابع السيناوي، في الصعيد ليهم يعني طريقه معينه في الاكسسوارز اللي هو يعني حاجات بالطبع الصعيدي. انا عايزه اوصل لكل مكان نعمل حاجه باسمنا وحاجه مختلفه. نفسي اكبر الموضوع وافتح ان شاء الله مكان ليا اضرب فيه البنات اللي حابه تشتغل هاند ميد، حلو جدا، وان شاء الله يعني ده هيتنفذ قريب، يعني هو في خطه 2021 ان شاء الله. حلو جدا. طب الماتيريال يا ساره، ما يعني بتجيبيها بسهوله ولا بتتعبي جدا على ما تجيبي الماتيريال؟ او على حسب التصميم اللي بيبقى في دماغي، لو في حاجه احنا عملناها قبل كده بتبقى خلاص الماتيريال بتاعتها معروفه او عندي كميه منها في البيت، فببدا ان انفذها بسهوله. اما لو في حاجه تاني يعني ظهرت في دماغي كده خلاص عايزه انفذها، فالف عليها كتير الصراحه جدا، يعني عشان خاطر يعني الحاجات مش متوفره بسهوله. يعني مش كل حاجه نفس اللي في دماغك هتلاقيها، فلازم اللي هو تحط بديل دايما. حلو جدا. ايه بقى كل الماتيريال اللي ممكن تكوني بتستخدميها غير الاحجار الكريمه مثلا؟ انا طبعا لو هستخدم احجار كريمه فمش هتبقى لوحدها، هتبقى مثلا معاها خيوط، معاها فضه، معاها استانلس، معاها نحاس مطلي ذهب او مطلي فضه، تمام. على حسب يعني كل كلية ليه طابع معين، وبشوف اللي هو هيحتاجه الكلية عشان يطلع باحسن صوره وبنفس الوقت ما يكونش تقيل قوي على رقبتنا، عشان احنا دايما بنحب الحاجه الخفيفه والحاجه السهله ان احنا نلبسها. وبدات ان انا برضو اقفل الكليهات بتاعتي بطريقه مميزه شويه، ممكن اقفلها بمغناطيس بدل القفل العادي التقليدي اللي ممكن نستخدمه. يعني كمان بتبتكري في القفل مثلا، بالظبط. تبتكري في الحاجات دي، ده ابتكار اكيد كمان. اكيد الحمد تمام. لله. وفي كليهات فعلا نفذتها من الخيوط، بحس ان انا كل اللي هعمله ان انا هشد الخيط بس كده من بعد ما البس الكليه، مش هضطر ان انا لا حد يقفل لي اللي هو الكليه. لسهولة اللبس يعني بتاع الكليه، بالظبط، فالموضوع بيبقى اسهل بكتير. فحكايه ان انت بتسهلي تلبس على الناس. بالظبط، هي بتبقى حاجه لذيذه جدا لان هي بتبقى حاجه مختلفه الحمد لله ما حدش قدر يعملها واتواجدت بشكل كبير في السوق. فالحمد لله يعني الشغل بتاعنا فعلا مميز، واي حد دلوقتي من اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا بيشوف الشغل بيعرفين الشغل ده بتاع ساره حليم. الحمد طب لله. حلو جدا، كويس جدا. انت جايبه لنا النهارده يا ساره جفتات وانا عايزه اشوفها بصراحه، اكيد. عندي فضول فظيع ان انا اشوفها. هو اول كليه، اول كليه ده، اول كليه من العقيق، العقيق الاسود اصغر حجم، حجم 2. حلو قوي. والعقيق المطول، العقيق ده داخل فيه كذا لون، رمادي واسود وابيض وجملي، حلو كمان. ونازل منه كريستال. الكليهات التانية كليهين طبعا انا حطيتهم الاثنين على بعض، هو الكليه الاولاني من الطراز المغربي، الكليه التانية على الطراز الثانوي. انا كنت ماشيه على البحر بدور على الصدف والحاجات الطبيعيه هناك في سينا، فلقيت الصدفه دي عجبتني جدا فحبيت ان انا ادمجها مع كريستال. انت لقيتيها ولا اشتريتيها؟ لا انا لقيتها، دي انا معلومه مهمه جدا. يعني في سينا كده انت ايوه ماشيه؟ انا كنت بروح سينا وبروح جنوب سينا عشان خاطر اطلع الجبال دي، عشان خاطر عايزه خرز معين هناك بينور في الضلمه. يا الله. فلا يعني انا متعبه في الحاجات دي جدا يعني. فكنت يعني عملت سيرش كده لذيذ على البحر كده، لقيت الصدف ده عجبني جدا فخدت منه كذا حاجه ونفذت منه الكليه ده. والكليه التالت من الفيروز ومعاه عقيق ابيض وهو نحاس ونازل منه سلسله من الذهب الصيني. والله يا ساره عايزه اقول لك، هي احنا اسئلتنا كتير قوي بس احنا عايزينك تسيبي تتكلمي عن شغلك. وقولي لنا بقى، لو انت دلوقتي مثلا جالك حد عايز يمول شغلك، حلو الكلام، ممكن تقدري تعملي ايه تفيدي مثلا الولاد اللي شغالين معاكي والناس دي، تفيديهم بايه؟
هو حتة التمويل أنا ممكن أموله، بس الفكرة كلها إن أنا يعني ما عندي بقى حساسية في حتة إن هو حد يدخل معايا شريك. لو حد يدخل معايا شريك هيبقى عنده يعني انت أفكار حابة ان الفكرة تكون بتاعتك، بالظبط فكرتي، فانا اللي هو مش هشارك حد فيها. بالظبط أنا بحلم بيها من وأنا في رابعة ابتدائي، فبالنسبة يعني لي ده كان بالنسبة لك هواية بالظبط هي مش هواية. اللي هو شغل، لا ده انا أو انا عايزة ده كنت هواية. واخداه في الاول ان انا ممكن يعني عادي اخسر، بس الفكره كلها ان انا اوصل الفكره بتاعتي. انا ما عنديش مشكله اخسر مره واثنين وثلاثه، بتعلم. ف يعني حته التمويل دي صعبه شويه، بس وحته ان حد يشاركني برضو صعبه، لان الحمد لله دلوقتي عندي راس مال ممكن امول لنفسي، حلو ممكن قوي. ان انا اكبر شغلي بنفسي، واديني بطلع خطوه خطوه، بحيث ان انا والتيم اللي معايا احنا اللي بدانا من الاول، احنا اللي شايلين الموضوع من الاول. فصعب جدا ان حد يجي يشاركني على حاجه اوريدي جاهزه تمام، الا لو كان حد فعلا موهوب وعنده افكار جديده هيكبرني معاه. تمام. انا عايز اسالك بقى، لو حد دلوقتي جاب لك كوليكشن وقال لك انا عايز ده، بالظبط بننفذه بالتفصيل بالتفصيل، حتى لو حسيت ان الموضوع صعب عليكي؟ بنجرب، احنا مش هنخسر حاجه ابدا. انا بالنسبه لي التجربه لو خسرت مره تمام انا اتعلمت، بس الحمد لله الحمد لله ما جالناش اي كوليكشن دلوقتي الا وعرفنا ننفذه. يعني كلية معين او اسطوره معينه عادي احنا ممكن نعرف الماتيريال اللي بتتكون منها ايه ونبدا ننفذها عادي جدا، والموضوع مش صعب قوي كده لحد اتعود ان هو يشتغل في الهاند ميد. تمام. كنت قلتي لي ان انت في حد بلوجر حلو جدا خد منك شغل وعمل لك دعاية واعلان فظيع على السوشيال ميديا. اي مصطفى انا قابلتها في كافيه في دهب، وبجد ما صدقتش ان انا قابلتها، لان هي انا كنت متابعاها جدا، متابعه فيديوهاتها، فحبيت ان انا اديلها جيفت، وكانت فرحانه جدا بالكوليكشن، وكانت فرحانه جدا بالجيفت، وقالت لي ان انا الحمد لله شغلي انا واحده مميز. من الناس شفت الستوري بتاعتها، يعني بتشكر فيكي جدا جدا جدا، وفي الجيفت بتاعك الحمد والاكسسوارز لله حاجه بسم الله ما شاء الله. يعني الحمد لله. طيب المكان اللي انت بتشتغلي فيه او بتصدري له لذهب، يعني بينزل الحاجه بنفس اللي انت منزلها له، ولا بيجود عليها؟ لا يعني بيعرضها بنفس شغلها بنفس ولا الشغل بيجود بالظبط، عليها؟ لان دي ده البراند ودي الحاجه اللي انا عاملاها، فما ينفعش يدخل عليها اي تجديد او اي اضافه من اي نوع، لاني انا مش هقبل بيها، لان في حته ان انا الديزاين ده بتاعي فاخاف عليه، يعني اللي هو اخاف اي حد يضيف فيه تعديل ما يبقاش حلو. وكل الشغل بيروح دهب بيبقى من دهب، يعني بيبقى من احجار سانت كاترين، بيبقى من البحر، ما عشان شاء خاطر الله. السياحه هناك رايحين عشان يتفرجوا على الحاجات الطبيعيه، اكيد طبعا، عايزين انت يلبسوا حاجات بتنشطي لنا طبيعيه. السياحه كمان. اكيد انت بتشاركي في نشاط السياحه اهو. اكيد انا بالنسبه لي ان انا اصدر او ان انا اشارك في حاجه السياح يشوفوها بشكل تاني ومختلف وباين فيها التراث المصري، دي حاجه جميله جدا. كلمه اخيره بقى، قولي لنا كلمه اخيره للجمهور الجميل. انا بحب اشكر التيم اللي معايا عشان هو استحملني جدا ومستحملين الشغل جدا وضغط الشغل في اوقات كبيره، وبحب اشكر مامتي واخويا جدا عشان هم وقفوا جنبي. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، أشوفكم على خير.